عندي موهبة شيء من لا شيء، بس ما حدا مدور على موهبتي صراحة. الآلة اللي بشتغل فيها هي موهبة، من ثم طورتها لصناعة وبيع، يعني صرت أصنع بشكل يعني كمية وأطلع أبيع في الأماكن العامة، في الأسواق، على البحر، في منتزهات، على أساس أني أصنع البسمة وجوه الناس وفي نفس الوقت ألم لقمة عيش. هي آلة تراثية فلسطينية تتكون من أشياء بسيطة، إقبال الناس عليها يعني ماشي حال الحمد لله. يعني الفترة هذه بالذات معروف الوضع عند قطاع غزة كله بالكامل سيء، بالذات الفترة هذه. يعني أما قبل هيك كان إقبال الناس عليها كويس، بس اللهم في الفترة هذه على الكل. يعني الأدوات بسيطة جدا، آلة اليرغول بتضلها معي يعني في أي مكان وفي أي زمان، هي بتعني لي بكل حاجة، كل حاجة بتعني لآلة اليرغول. هي مصدر رزق إلي طبعا ولا أسرتي.